قرب دور 16 من بطولة كأس العالم في قطر على نهايته. هل حصلت مفاجآت؟ ما حصلتش مفاجآت في دور 16، هنتوقف عندها، لكن نقول لكم آخر النتائج، وهي أنه البرازيل بتطيح بكوريا الجنوبية فيما يبدو أن هي هزيمة كبيرة 4-0، والمباراة ما زالت قائمة. طبعا احنا عندنا بكرة ماتشين، المغرب وإسبانيا، وكمان البرتغال وسويسرا، ماتشين مهمين هيتوضح برضو على أساسهم الكوارتر فاينلز هتبقى عاملة إزاي. وباتت مواجهة فرنسا وإنجلترا هي تقريبا المواجهة المحسومة في، أو طبعا اللي يعني تأكدنا أن هم هيقابلوا بعض في دور الثمانية. نروح سريعا مع حضراتكم لقطر مع الأستاذ والناقد الرياضي الأستاذ خالد علي اللي مشرفنا هناك من الدوحة. أهلا بك يا فندم، منورنا. أهلا بحضرتك وكل مشاهدينا في الكرام. حضرتك معنا من المركز الصحفي في كأس العالم فيما يبدو، يعني كما توضح الصورة. متواجد الآن من المركز الإعلامي للدولة المستضيفة في الدوحة. أهلا بحضرتك يا فندم. إحنا مع طبعا أدوار المجموعات كانت مليئة بالمفاجآت، لكن نقدر نقول لغاية دلوقتي دور الستاشر هل نقدر نقول إنه هو حصلت فيه مفاجآت، ولا جرى كلاسيكيا كما تعودنا الكبار هم اللي بيحققوا، رغم إنه بعض هؤلاء الكبار سقطوا في المجموعات في مباريات غريبة، لكن تقييمك إيه لطبعا دور 16 حتى الآن؟ لا في الحقيقة أنا شايف إن دور 16 ماشي كلاسيكي جدا، الفرق الأفضل هي اللي بتفوز وهي اللي بتنتصر في النهاية، يعني تقريبا زي ما احنا شفنا كده وتابعنا هولندا نجحت في إقصاء الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين قدرت إن هي تقصي أستراليا، فرنسا بتتفوق على بولندا، انجلترا بتتفوق على السنغال، النهارده كرواتيا بتقصي اليابان بركلات الترجيح، البرازيل زي ما حضرتك قلت متفوقه حتى الان على منتخب كوريا الجنوبيه 4 أهداف دون رد، لكن اتمنى يعني ان شاء الله ان تبقى اولى المفاجات غدا ان شاء الله المنتخب المغربي الشقيق يقدر ان هو يقصي المنتخب الاسباني من بطولة كأس العالم بأمر الله. لكن حتى الآن بعيدا عن مفاجآت دور المجموعات، الأدوار الإقصائية حتى الآن تسير في مسارها الطبيعي، وإن كنت يعني أتوقع أنها تحصل مفاجآت في الفترة اللي جاية سواء في المباراتين القادمتين في دورة 16 أو في المباراة إيه المفاجآت اللي تتوقع ايه المفاجآت اللي تتوقع انها تحصل؟ يعني عيوننا طبعا على المغرب وسويسرا، فريق ما تعودناش منه انه يكشر عن انيابه، بس فيما يبدو ان هو قادم، والبرتغال ايضا قوي، فرايك ايه بالنسبه للغد؟ اتوقع ان المنتخب السويسري بكره مش هيكون خصم سهل خالص للمنتخب البرتغالي، سويسرا يعني قدمت مباراه كويسه في دور المجموعات، وعندهم لعيبه على اعلى مستوى بالفريق طبعا نجم تشاكا وشيري، ولكن المنتخب البرتغالي ايضا يعني محمل بالنجوم، لكن كاس العالم دايما عودنا ان هو دايما وابدا بالمجهود، شايف ان كريستيانو رونالدو برضو في البرتغال مش في كامل فورمته ولا في حالته الفنيه والبدنيه الكامله والمعروفه عنه، كمان هو يعني مشغول نسبيا بموضوع فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، والكلام اللي اتقال كتير وبدا يتردد كبير جدا خلال الساعات اللي فاتت عن انتقاله لنادي النصر السعودي، وكل ما لعيب من المنتخب البرتغال بيطلع فيه مؤتمر صحفي بيتسال عن كريستيانو رونالدو، لدرجه ان كريستيانو خرج بنفسه قبل كده في مؤتمر وقال يا جماعه ما حدش يسال اي حد في المنتخب عني، اللي عاوز يسال انا موجود اسالوني انا بشكل شخصي، سيبوا المنتخب يركز في كل حاجه، فواضح ان موضوع كريستيانو رونالدو هو نجم كبير جدا في منتخب البرتغال، موضوع مشكلته مستحوذ شويه على عقول في منتخب البرتغال، ويعني اتوقع ان المباراه لن تكون سهله، واتوقع ان منتخب سويسرا ممكن يحقق بكره مفاجاه، بس بعد المنتخب المغربي ان شاء الله بحقق المفاجاه الاول يوصل المنتخب الاسباني. كان في ايضا يعني ارقام، يعني ميسي حقق وصل المباراه ل1000 مباراه، ايضا المنتخب الفرنسي ايضا اصبح لديه واحد من اكثر المهاجمين تهديفا في كاس العالم. ايه تاني الارقام اللي توقفت عندها في دور 16 او بشكل عام في كاس العالم في قطر؟ الحقيقه ان في ارقام كثيره جدا بتتكسر، ونجوم بيعادلوا اساطير قبل كده زي ما حضرتك تفضلت، كيليان امبابي بيعادل
ارقام اساطير كبيره جدا سجلت في كاس العالم، لدرجه ان هو عادل ارقام ليونيل ميسي من حيث عدد الاهداف اللي سجلها في كاس العالم. ميسي لها تقريبا 23 مباراه، امبابي 9 مباريات بس تقريبا قدر ان هو هداف. هو هداف لغايه دلوقتي، 5 اجوان، 5 اجوان صح، 5 خمس اهداف بالظبط، وصاحب المركز الثاني 3 اهداف تقريبا ميسي. فما فيش يعني المنافسه لسه بعيده شويه ما بين امبابي وما بين المنافس رقم 2 بالنسبه له، لكن امبابي بتوقع له ان هو هيحطم الكثير والكثير من الارقام القياسيه على صعيد المنتخب الفرنسي في قادم الفترات. قدامه العمر الطويل، اعتقد ان يتجاوز 23 عاما، فقدامه العمر طويل، قدامه يلعب على الاقل 3-4 كاس عالم كمان جايين، فاعتقد ان هو عنده فرص كبيره جدا في كسر العديد من الارقام القياسيه التي تحققت في بطوله كاس العالم، وايضا العديد والمزيد من الارقام القياسيه لنجوم المنتخب الفرنسي عبر التاريخ. هل الناس بتشير الى ان فرنسا حاضره بقوه في مباراه النهايه، نهايه الكاس العالم؟ هل بتتفق في الطرح ده؟ هل البرازيل انجلترا ممكن نشوف؟ يعني طبعا انجلترا هتواجه فرنسا، فلازم هيكون في حد منهم في طريقه للنهايه، لكن انت مع ملامح كده بدات تتضح للفرق، هل تعتقد فرنسا برازيل ايهم في النهائي؟ او يعني هو يعني فرنسا طريقها للنهائي مختلف عن البرازيل، مش هيتواجهوا مع بعض. الاحتمالية الوحيدة للتواجه ما بينهم هو مباراة الثالث والرابع أو المباراة النهائية. أنا يعني العقل يقول أن منتخب فرنسا ومنتخب البرازيل في المباراة النهائية، ولكن يعني الأحاديث اللي خدناها من بطولة كأس العالم في قطر هنا إن هي يعني فيها مفاجآت كبيرة جدا، لا تعترف إلا بالمجهود المبذول طوال 90 دقيقة، لا تعترف بأي سهو أو تخاذل في أي دقيقة من دقائق المباراة، وبالتالي كل المفاجآت واردة. ولكن كنت بتوقع إن المنتخب الفرنسي سيكون طريقه ممهدا بالورود للوصول إلى المباراة النهائية، ولكن وقوع مع المنتخب الإنجليزي منتخب الأسود الثلاثة في بطولة كأس العالم بيقدم مستوى راقي جدا، بيلعب كرة جماعية، ما عندوش النجم الأوحد هاري كين، نجم من نجوم إنجلترا، لكن وعايز يعوض كأس العالم اللي فات بالظبط، يعني فريق جماعي بيلعب كرة كويسة جدا، لم يحقق يعني نجاحات اللي هي على نفس درجة النجوم اللي عنده طوال النسخ الماضية من بطولة كأس العالم. أعتقد إن مش هيبقى خصم سهل للمنتخب الفرنسي، لكن بتوقع في النهاية إن فرنسا هتقدر تكسب إنجلترا من كأس العالم. على الفريق الثاني منتخب البرازيل يعني ماشي بخطة ثابتة وبيوجه انذارات شديدة اللهجة بعيدا عن خسارته التاريخية أمام المنتخب الكاميروني في ختام دور المجموعات، إلا إنه النهاردة بيقدر يعني حتى الآن متفوق بأربعة أهداف دون رد، وبيطلق إنذار شديد اللهجة إلى المنافسين. المنتخب البرازيلي يعني في حالة يعني عبور النهارده خلاص، يعني تأكد بنسبة كبيرة ان هو عبور كوريا الجنوبية هيلاعب المنتخب الكرواتي، واعتقد ان ديت برضه هتبقى مباراة سهلة نسبيا على نجوم الصامبا، وبعد كده يعني هيبقى في طريقه غالبا يعني منتخب الارجنتين وليونيل ميسي، وده يعني ديربي لو حصل هنا في قطر هيبقى مارتينيز عامل مشكلة مع الارجنتين، ناس زعلانة منه. البرازيل والارجنتين يعني دائما وابدا بتبقى الدنيا بالنسبه لهم يعني انت عارف على المستوى الجماهيري وعلى الصعيد الجماهيري طبعا. منتخب الارجنتين متواجد هنا بقوه كبيره جدا في الدوحه لدعم لقاء عرش امريكا الجنوبيه، يعني كلام كما العاده يعني بالضبط، يعني حتى شفنا ميسي بعد المباراه الاخيره في دور ال 16 بيحتفل مع الجمهور وبيغني الاغنيه الحلوه اللي هي يعني ايه بيبقى فيها مناسبة كده شوية لمنتخب البرازيل، فلا هتبقى مباراة صعبة جدا، مباراتهم في كوبا أمريكا بتبقى صعبة بس هتبقى ممتعة لينا، وده احنا اللي عايزينه. وممتعة أكتر اللي هيتواجدوا في هذه المباراة من أرض الملعب يعني. احنا بنتمنى لك التوفيق طبعا يا استاذ خالد، بنتمنى لك التوفيق وهنتابع معاك النتائج من الدوحة دائما. بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد علي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا.